النهاردة هنعمل مع بعض sweet and sour chicken أو الفراخ الحلوة الحادقة اللي احنا دايما بنطلبها في المطاعم. دي من أشهر الأطباق الصيني اللي دايما لما بنروح أي مول بنلاقيها موجودة في الفود كورت. معظمنا بيخاف أو بيقلق أنه يعملها في البيت رغم أنها سهلة جدا وبسيطة في عمايلها خالص. السر في عمايل sweet and sour chicken هو التوازن ما بين طعم الحادق والطعم الحلو، لو زبطناه يبقى كده كله تمام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الطبق الحلو الشهي ده بكل سهولة في البيت بمكونات اكيد عندنا كلنا. هنبدأ أول خطوة بتقطيع وتتبيل صدور الفراخ بعد ما غسلناها كويس. كل صدر هنقطعه بالطول لنصين زي ما شفنا كده، وبعدين هنقطع كل نص أو هنقسمه لثلاث أجزاء تانيين بالطول، وبعد كده هنقطع كل جزء على شكل مكعبات بحجم تقريبا 2 سنتي في 2 سنتي على قد القطمة على قد المعلقة. هناخد قطعة الفرخة في المعلقة من غير ما نقطم منها. التوابل اللي هنستخدمها النهاردة هتكفي عشان نعمل كيلو من صدور الفراخ، وانتوا ممكن طبعا تقسموها وتقللوها لو هتعملوا اقل او تضعفوها حسب الكمية اللي انتوا هتستخدموها في اليوم بتاعكم. تتبيلة الفراخ مفيش اسهل منها. هنتبلها باربع معالق من الصويا صوص، اربع معالق كبار، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا. بس كده هنرش الملح والبيكنج صودا والصويا على الفراخ، هنقلبهم كويس جدا وهنغطيهم ونسيبهم في التلاجة يتبلوا ويتنقعوا. طبعا على الأقل زي ما اتفقنا لتتبيلة أي فراخ 6 ساعات ويستحسن طول الليل. بعد ما الفراخ اتبلت في التلاجة هنخرجها علشان نقليها قلي غزير. هنغطي الفراخ ببيض ودقيق، مش بيض وبقسماط، علشان تاخد طبقة مقرمشة. واللي هيساعدنا في القرمشة دي اكتر ان احنا هنحط على كل كوباية دقيق هنستعملها معلقتين كبار من النشا. الكمية دي من الفراخ هتحتاج معانا بيضتين. هنحط عليها فلفل اسود وهنضربها كويس جدا بالشوكة. وانا بقى هنا بعمل حاجة، المفروض ان انا اخد قطعة من الفراخ واحطها في البيض وبعدين في الدقيق وبعدين اقليها، بس الاسهل والاسرع اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد البيض وهضربه كويس جدا بالشوكة، وبعد كده هحطه كله على الفراخ وهقلبه كويس جدا جدا علشان اطمن ان البيض وصل لكل قطعة من الفراخ. وزي ما قلنا احنا هنقلي الفراخ قلي غزير، فهنجيب زيت غزير وهنسخنه، وبعد كده هنجيب قطعة من الفراخ ونغطيها كويس جدا بخليط الدقيق والنشا. اهم نقطة هنا ان احنا مش زي ما بنعملها بالبقسماط، بعد ما نغطيها بالدقيق هناخدها على جنب نستنى الزيت يسخن، لا هنا مش هينفع، لان احنا لو عملنا كده هنلاقي الفراخ شربت الدقيق ومش هتاخد الطبقة المقرمشة اللي احنا عايزينها. فانا دلوقتي بعمل كمية من الفراخ، وزي ما انتوا شايفين انا بركنها في نفس الطبق اللي فيه الدقيق عشان تفضل طول الوقت متغطية بالدقيق ما تشربش الدقيق بتاعي. وبعد كده قبل ما اقليها هنفضها كويس جدا من الدقيق زي ما احنا شايفين، وهنزلها في الزيت الغزير. هنفضها كويس عشان ما يبقاش فيها دقيق زيادة، وهنزلها في الزيت الغزير. بس زي ما احنا شايفين هي متغطية كويس جدا بالدقيق. هنبتدي بقى نطلع الفراغ بتاعتنا بعد ما استوت. مش هنخرجها من الزيت غير لما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، نضمن كده انها استوت وانها كمان قرمشت من بره. والجزء التاني بقى اللي انا هقليه زي ما انتوا شايفين كده انا ركناه في نفس طبق الدقيق، بعد ما غطيته كويس بالدقيق ما خليتوش بره، بفضل سايباه في الدقيق لحد ما احطه مباشرة من الدقيق على الزيت عشان يبقى متغطي كويس. عاوزة اوريكم شكل الفراخ بعد ما قليناها.
وشكل الطبقة المقرمشة اللي عليها، يعني ولا كنتاكي. هي كده على فكرة ممكن تبقى وصفة لوحديها وتتاكل على إنها فراخ مقرمشة لو قطعناها على شكل صوابع أو لو قطعناها على شكل بوب كورن. دلوقتي بقى هنحضر السويت اند ساور صوص. اول حاجه قبل ما نولع النار هنحط كميات متساويه من الميه والخل. انا حطيت هنا ربع كوبايه ميه وربع كوبايه خل وعليهم معلقه كبيره من النشا. هنقلبها كويس قبل ما نشغل النار زي ما اتفقنا، وبعد كده هنشغل النار وبعد ما يكون النشا داب كويس، وهنضيف كميات متساويه من السكر والكاتشب. انا دلوقتي حطيت ربع كوبايه سكر ابيض، هدوبها وهقلبها كويس في الميه والخل والنشا، وبعد كده هضيف عليها ربع كوبايه من الكاتشب. كده هيبقى الصوص جاهز. وبعد ما كل حاجه تدوب كويس هنظبط بقى الطعم بمعلقه صغيره من الملح، ونقلب ونسيبها لغايه ما تستوي. بمجرد ما تغلي وقوامها يتقل خلاص هي كده هتبقى استوت. هو ده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه. هنطفي عليها على طول ونبعدها عن النار ونشوف الخطوة اللي بعد كده. ملحوظة مهمة جدا ان انا بس عملت لكم هنا سامبل من الصوص، لكن انتوا هتحتاجوا الضعف الكمية لو هتعملوا كيلو فراخ زي اللي انا عملته. هنيجي بقى للخطوة الاخيرة ان احنا نطبق كل حاجة على بعض. اهم مميزات الطبق ده زي ما قلنا ان هو sweet and sour. هناخد السويتنس من الصوص وكمان من المكون اللي هنستخدمه وهو الاناناس الفريش. اول حاجة هنحط معلقة زيت كبيرة وعليها معلقة ثوم كبيرة، وهنقلبهم كويس لغاية بس ما نشم ريحة الثوم، مش عاوزينه ابدا ياخد لون. وهنكون مجهزين ومقطعين فلفل ألوان متقطع مكعبات قد بالظبط مكعبات الفراخ، وهنحطه هو والأناناس ونقلبهم كويس جدا جدا مع الزيت والثوم لحد ما يدبلوا حاجة خفيفة قوي، يعني بنعمل لهم كده حاجة اسمها ستير فراينج. وهنضيف آخر حاجة معلقتين كبار من الصويا صوص علشان نتبل بيهم الخضار. وإضافة أخيرة من عندي مش موجودة في الوصفة الأساسية، حطيت نص معلقة من الهريسة، هريسة الفلفل الأخضر، لأن احنا بنحب الأكل سبايسي شوية، فدي بقت sweet and sour and spicy. هسيب لكم وصفة الهريسة في صندوق الوصف. وآخر حاجة بقى هنضيف الصوص اللي احنا عملناه على الخضار ونقلبهم كويس جدا جدا. وآخر خطوة قبل ما ناكل على طول هنحط الفراخ، يعني لو احنا مش هناكل دلوقتي هنطفي على الخضار بالصوص وهنسيبه على جنب لغاية قبل ما ناكل على طول، لان احنا لو ضفنا الفراخ وسبناها محطوطة في الصوص وجينا نسخنها لما نيجي ناكل هتطرى وهتفقد اللي احنا بندور عليه، ان هي تبقى عليها صوص وفي نفس الوقت ستيل مقرمشة. مش هنقلب كتير علشان ما تتراش. اول ما الصوص يغطي الفراخ هنطفي ونغرفها على طول، بنقدمها مع رز ابيض بسمتي. دي كانت طريقة الفراخ السويت اند ساور زي ما بيعملوها في المطاعم الصيني بالظبط. عاوزاكم تجربوها بكل تفاصيلها زي ما انا قلتها، وما تفوتوش التفصيلة بتاعت الأناناس دي لأنها مهمة. لو ما فيش طبعا أناناس فريش ممكن نستخدم عادي الأناناس اللي في العلب الكومبوت. وأهم حاجة لما تجربوها تقولوا لي رأيكم فيها وطلعت زي ما بتاكلوها في المطاعم ولا لأ، وتبعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك أو الإنستجرام. بسيب لكم دايما اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف تحت المقادير على طول. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا. جربوا التشيكن سويت اند ساور، وبالهنا والشفا.